كده يا قصة. ماشي ماشي، ولا درس ولا فضايح، خليهم خليها تعمل مشروعها. درس فضايح، خليها تعمل مشروعها يا عم. مين؟ ولا فرحان ولا فيها فرح، ولا فرحان ولا فيها فرح. بس الناس شبعنا تريقة والله، شبعنا تريقة والله يا خالو. ها؟ أقول لك من بعيد فرحان يا راجل بيه. خليها تعمل مشروع بتاعها. بصي انا جايب لك الشارع بالعربيات كله اهو. جايب لك الشارع بالعربيات بالعماير كله بالحمار بخالص. تعالي بصي كده انت، بصي طيب تعالي بصي. لا تمام. ايوه، واحنا واقفين قصاد بعضينا اهو وداخلين وكده يعني، ودخلت تري. ماشي بص كده، تعالي انت. لا هي شغاله. لا عشان ممكن تفصل فرق. بص كده كويس كده. بس اقفليها.